شف طارق، شف مهدي، شف نبيل، شف أحمد، شف تامر. أنتوا كنتوا الأضعف في تحدي اليوم. شف طارق، أنا كنت في كل تحدي بتحمس أنت إيش تقدم. لما جاء طبق كان ألوانه مرة مزعجة، الفوم اللي قاعد فوق في الصحراء مو مرة حلو. الطبق ده ما أبغى خليه واحد من أطباقك في ذاكرتي. وقت دقت صحنك فهمت شو يعني تكون من أحسن الأطباق أسبوع تنزل هيك مستوى واحد، ما حبيته أبداً. أنت جاي من فلسطين، بخلنا هالقمح بطريقة الفريك التقليدية مع لحم الحاشي بقلبه، شو اللي كان زعجك بالصحراء حتى خليك ما تفكر بهالطريقة؟ الصراحة شوي كنت تعبان. Welcome to my world. احنا شغلتنا صعب. Physically, emotionally, intellectually, this is our work. هنا. خلينا ننتقل ونقيم طبق شيف مهدي. الرز لذيذ، بس اللحمة ما عجبتني. ما عجبني طعم السكر، كان كده بديني لدعة ما هي حلوة بصراحة. بثلاث ساعات سكر ما بيعمل شيء باللحمة، أنت بتعرف أكثر من بدك 11 ساعة 12 ساعة تيأثر السكر بقلب دراي روب. أنا كثير زعلان منك بصراحة. أنا بالنسبة لإلي كنت ناطر هيدا التحدي بس تشوف أنا وياك شو حنعمل، على القليلة فشل خلقك. شفنا بيه حلو الوردة اللي عملتها وحلو كيف استخدمت الفقع كونفي، بس الطبق كله كان باين إنك أنت ما عارف فين تبي تتجه. أنت توح ولو أنت توح إحنا هنعمل إيه؟ هذا الكسكس برأيك أنت هو كسكس زي بطل عالم؟ لا. راضي عنه؟ مش 100%. أنا مش راضي ولا 0.01%. شيف أحمد، المقلوبة بتجيبها على الطاولة قدامنا وبتقلب لنا إياها وبتسكب لنا صلصة عليها، كان طلع طبق مرسوم رسم. لما سويت طب مقلوبة بالفقع لو فقع هو النجم؟ أنت بتعرف إنه الفقع ما بيجي من تحت التراب، أكلنا تراب أربعتنا، منك فرشية مزبوط، منك مغسلة مزبوط، منك مقشرة مزبوط، ما بعرف، بس نحن أكلنا تراب. شيف تامر، اشتغلت كل الوقت 3 ساعات ونص لتطلع هذا الطبق؟ لا، عطلني في الوقت اللي اللحمة فرمتها بالسكينة. حتى اللحمة بقلب الكفتة اللي فرمتها على السكينة اللي قلت انه اخذت منها كتير وقت كانت نية، بعتقد انت اشتغلت كتير بس ما اشتغلت بذكاء. انت مصري، مش بدك تعمل شيء فرنساوي بالفقع. شيف بوبي، كشري بالفقع ما بيطلع طيب؟ اكيد. الفقع شرب كل مكونات الراتاتوي، ما كان في طعم فقع. شيفس، مع الاسف الصحراء حتتحول لذكرى سيئة لواحد منكم. الحين صار لازم نتشاور عشان نبلغكم القرار، تفضلوا. السلام عليكم. بتريد شو تعلقه واحد ما عنده حاجة غير التراب، يعني الناس دي كلها مثل التراب. شيف باتريك، جاء الوقت تديني رأيك النهائي على طاولة القرار. مين هو صاحب الطبقة الأضعف من زملائك واللي لازم يغادر الليلة؟